يعني رصاص المغرب وهاد شركة نيكون. فقبل ما ندخل للتعريف غادي الا كان السي عصام يسمح لينا واش ممكن نقدموا لكم بيان شور بيان شور نقدموا لكم السي عصام بدا شي اول حاجه طليها السلام عليكم، معكم عبد العالي عياد امين من الفيدرالية الرصاصي المغرب. اليوم كنتواجدوا بغرفة السلع التقليدية جهة الرباط سلا الزهير، كنحتفلوا باليوم العالمي للترصيص بشراكة مع شركة ليكول كيف ما تعودنا عليه كل عام، وهذا ونظرا للظروف اللي في الجائحة ديال الكورونا وهذا ميمكنش لينا باش اننا يجيو الدراري عندنا بزاف وكذا، وهادي او الحرفيين ديالنا كما كنسميو بلومبي من كل مدينه، اكتفينا بواحد القدر اللي هو تقريبا ما كيفوتش 20 شخص. وتنشكروا الجهات الماليه اللي تحت لينا هذه الفرصه هذه باش نديروا عندهم في المقر هذا الحفل ديالنا هذا. وكيف ما كنعرفوا حنا بان بلومبي حنا تنتخبطوا في واحد المشاكل كثيره ديال لاسيليسيس بالتغطيه الصحيه بزاف ديال المسائل، وهادشي اللي كتجاهد عليه وكتخدم عليه الفيدراليه بشراكه مع شركه ليكول. والمهم حنا ما شغل ما نطولوش عليكم بزاف، حنا كنقولوا للاخوان ديالنا البلومبيير بانه عيدكم مبارك سعيد، لانه هذا اليوم هذا عيد ديالنا كبلومبيير. تنقول لهم عيدكم سعيد من هذا المنبر هذا ديال شوف تي في، تنقول لهم عيدكم مبارك سعيد مره اخرى، ومرحبا بكم. راه الفيدراليه راه تحت الاشاره ديالكم وشركه ليكول راه ميد يد العون ليكم كاملين، وكنشكروا شركه ليكول على الدعم ديالها الدعم ديالها للبلومبيا كاملين. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله، معك الاسم الكامل يوسف بن طلحه، امين جمعيه الابداع للترصيص والكهرباء بفاس. اليوم حنا حاضرين بمدينه الرباط مثلا باليوم العالمي للترصيص مع الفيدراليه المهنيه الفيدراليه المهنيه للرصاصين المغرب. اليوم هو عيد بالنسبه لجميع الرصاصين المغرب. كنا كنعيشوا بعض المشاكل للرصاصين اللي كنحاولوا اليوم اننا نناقشوها ان شاء الله باذن الله اللي توصل الفيدراليه المهنيه مستقبلا ان شاء الله للحلول ديال هذه المشاكل هذا. واليوم بما ان الاستاذ ضروري في المجتمع والطبيب ضروري في المجتمع، فاذا الرصاص ده ما كان في المجتمع ان شاء الله باذن الله، وغادي يكون الكلمه ديالو ان شاء الله باذن الله. انتم جيتوا حضرتوا من فاس؟ من فاس، يعني باش تحتفلوا بهذا اليوم العالمي للترصيص. اليوم العالمي للترصيص مع الفيدراليه المهنيه. شراكه ولات اخوه، علاقات اخوه بيناتنا بين الكومبيه اللي الرصاص ديال الوا اللي هو كيما قلتوا باش تحقق النشاط ديال الكومبيه. شكرا. شكرا سي عصام، حنا في الدور ديالنا حنا الاشاره ديالكم باي حاجه حنا غير على المهنه ديالنا، وكنختاروا الناس اللي عندهم غير على المهنه اصلا، ونهيكلوا هذا القطاع تاعنا ونضيف ان شاء الله باذن الله وبالمساعده ديالكم. كندوزو نعرفو سي تعرف بنفسك مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله، محمد الهداوي رئيس جمعية الإبداع للترصيص والكهرباء في فاس. كنشكرو جميع الإخوة اللي حاضرين معنا، ومرحبا بنا عندكم، مرحبا بكم عند الغرفة. وكنشكرو الغرفة الصناعية اللي فاتحة لنا وجهها دائما، الباب ديالها مفتوح أي منطقة مشينا لها، ماشي غير هنا في الرباط لا في تمارا بمدينة فاس. يعني تنشكرو جميع ممثلي الغرفة الصناعية، الناس اللي كتخدم بجدارة واستحقاق، الناس اللي كيخدمو يعني بوج زويون كيخدموش علينا حتى شي حاجه. كنشكروا سعاده الرئيس سي عزيز البرماكي رئيس الفيدراليه، وكنشكروا منتي شركه نوكي نيكول، كنشكروا بزاف على الشراكه اللي دار مع الفيدراليه.
حنا اليوم هنايا كنتواجدوا باش نحتفلوا بواحد اليوم اللي هو يوم عالمي للرصاص، وانا بصفتي كرصاص كنفتخرني انني كنزاول مهنه الترصيص. علاش؟ لان هي من دون القطاع اللي غادي يبقى واحد المجهود جبار فيها ناس ومعانا ناس وكاينين الاساسيات اللي فيها انهم تيخدموا على هذا القطاع هذا. كاينين الناس اللي عربي لا شاء المهمه ديال البلومبي في وسط المجتمع اللي عنده واحد المهمه اللي ماشي سهله. كتعرفوا بلا بلومبي راه ما كايناش الحياه في الدار، يعني اي واحد كيحتاج للبلومبي، يعني الدور ديال البلومبي في وسط المجتمع راه واحد دور مهم كبير. الا جيتي تقطع عليك الماء كتعرف بان البلومبي كان شي تصريب ولا شي حاجه البلومبي، خطوره الغاز ولا شي حاجه البلومبي، يعني البلومبي عنده ماشي غير يعني كما كنقولوا طرافايو، يعني غير تماره وش عنده البراتيك. خصو يكون البلومبي، خصو يقرا، خصو مجهود جباريه، خصو طاكسي، خصو المجتمع المدني، يعني واحد الصناعه اللي مجموعة فيها بزاف ديال الهيئات. يعني كنقولوا ماشي سهل، يعني فاش كنقولوا انت بلومبي راك ماشي شي حاجه اللي سهله، ماشي جميع كجميع القطاع. وبهذه المناسبه هذه كنشكروا جميع الرصاصه اللي عندهم رغبه باش يزيدوا في هذا القطاع، بالخصوص المهنه ديال الترصيص، وعندهم رغبه يعني باش نجمعوها ونوحدوها يعني وتولي غاديه في واحد المنهج اللي في الطريق الصحيح. وبهذه المناسبه كنشكر السي عزيز على شرف لي، شرف لي سيدي. باقيين غادي نحتاجوك السي هباوي تما باش ان شاء الله تعطينا بعض التسهيله، نتكلموا شويه على البلومبي في الدور ديالو في المجتمع المدني وشنو قام وحتى في الجائحه ديال كوفيد ان شاء الله. ان شاء الله الله يحفظك، تحياتي. بدوري ايضا كنشكر الغرفه الصناعه التقليديه لجهه الرباط سلق مطرى في شخصيه الرئيس سي عبد الرحيم زمزامي اللي فتح لنا المجال هذا وقال لنا الغرفه راه دار ديال البلومبي وقت اللي احتاجيتو شي حاجه مرحبا. والسي عادل كاتبين لي عوض في الغرفه وولدي، حنا كنقول حنا ولاد المدينه ومن نهار بدينا كنحسو بالسيتي الجمعيه والسي عادل دائما في الجزء ديالنا معنا وكيتحرك معنا لانه ما كيبحث على حتى شي مهني ولا شي حاجه. كنشكرو من المنبر هذا دائما حاضر ناظر. اليوم ان شاء الله عندنا تعريف اليوم العالمي للترصيص، اليوم العالمي للترصيص. هذا اليوم العالمي ما كانش في الدار صدق، دابا لمده 3 سنين هو اسس 2010 ولي اسسو المنظمه الامريكيه للترصيص العام، وكذلك دابا ولا مجلس وطني هو مجلس العالمي للترصيص العام. وكذلك الحمد لله راه ولاو منظمات كبار ولاو جمعيات كبار، كان الفلبين، كان انجلترا اللي هي دابا كان